التغطية الصحية الأساسية هي الهدف والهاجس لكل بشر على العموم. وهذه التغطية عندما نقول شمولية في شأنها ينبغي أن تستجيب للساكنة بكاملها. ذلك أن إقليم فيقيق مثلا ففي غياب هذه التغطية إن صح التعبير والاقتصار على بعض الأطباء الذين وللأمانة نقول أنهم يبذلون قصار جهود لتغطية الغياب. وعندما أقول الغياب غياب الاختصاص فإقليم كنعطي المثال بإقليم فيقيق لأنه يعتبر من الأقاليم النائية والتي هي في أمس الحاجة إلى هذا الجانب الحيوي بالنسبة للإنسان ككل. أقول الاختصاص ففي حالة ضرورة هذا الجانب ينبغي نقل المريض لمسافة تتجاوز 300 كيلومتر وقد يلقى حتفه وهو في الطريق لغياب هذا الجانب ونؤكد عليه أكثر من ذلك. فيما يتعلق بالجانب التطبيب يعني الأطباء فغياب أطباء المراكز حضورهم وهم معذورون ربما لظروف ما إلا يوما في الأسبوع مما يجعل الساكنة عرضة لجملة من الإكراهات. هذه الإكراهات اللي سبق لي أشرت في البداية بشأنها على أنها تتلخص في أطباء الاختصاص. لا ننكر المجهودات التي يقوم بها الأطباء الموجودون بمستشفى مثلا ديال بوعرفة المستشفى الإقليمي، ولكن بالمقابل ففي غياب أطباء الاختصاص نقول أنه ينبغي الرجوع إلى هذا الجانب والتأكيد عليه لضرورته. وشكرا جزيلا.